قد يأتي اليوم الذي تنتهي فيه الحرب، وإلى أن يحل هذا اليوم سيظل جرح محافظة مأرب كغيرها من المحافظات يحدثون أبنائهم عن تقصير وإهمال كبيرين تعرضوا له بعد أن أصيبوا وهم يدافعون عن أرض لم يتوانوا في إعطائها من أجسادهم، وحكومة لم تقم بواجب علاجهم بعد. سيتحدثون أيضا عن المستودعات التي كانت وحدها من تستقبل جراحهم وتسمع أناتهم. أكثر من 5000 جريح هي حصيلة أولية لعدد الجرحى في مأرب، منهم 3000 من أبناء المحافظة، بينما البقية يتوزعون على عدد من محافظات البلاد. وبحسب بعض القائمين على اللجنة الطبية فإن 355 جريحا يحتاجون إلى السفر للخارج. وعلى الرغم من أن معظمهم يملكون تقارير طبية تؤكد أحقيتهم في العلاج خارج البلاد، إلا أن القائمين في اللجنة أكدوا أن وزارة الصحة أعاقت إكمال إجراءات سفرهم. قد تكون ظروف الحرب مبرراً يجده البعض مقبولاً لتأخر تقديم الخدمات للجرحى، ولكن ما ليس مقبول أن يظل هؤلاء في انتظار الخلاص أمام صمت وتجاهل يضيق ذرعاً بالمتعافين، فكيف بالجريح؟